تاني برضه راكب مكاني تاني برضه. انت يا غبي اللي اسمك عوضين، انا مش قايل لك 100,000 مره ما حدش يركب مكاني طول ما انا مش موجوده؟ انت ايه يا شيخ؟ غالي ما بتفهمش. دي عربية الأستاذ رأفت مدرس العربي جارنا، ونسي حاجة وطالع يجيبها ونازل على طول. اطلع يلا يا غبي اندهله بسرعة. وجهه. أنا آسف، أنا نسيت الموبايل وقلت أطلع أجيبه وأنزل بسرعة. وأنا مالي؟ أتحمل إيه نتيجة نسيانك؟ قلت لحقيقتك أنا آسف ما حصلش حاجة. لا حصل، وطول ما أنا مش موجودة هنا محدش يفكر بس يهاوب ناحية مكاني. المكان اللي حقيقتك بتتكلمي عليه ده مكان في الشارع، يعني مش مكانك أصلا، إحنا اللي ذوقيا مننا سايبينه حقيقتك تركني فيه. لا 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 لا، هديك زودتيها قوي. مش عاجبك؟ اخبط دماغك في الحيط. راجل غبي صحيح. طب انا مش هحرك العربيه، وليه كلام مع الراجل بتاعك؟ تعالى هنا زفت، عارف لو لقيت حد راكب مكاني تاني مره هقطع خبرك وهديك بالجزمة على قفاك، فاهم؟ حاضر يا ستي هانم. حول الله يا رب. عماره كلها اغبياء. لو سمحتي تندهي المقدم هشام. نقول مين يا فندم؟ انا رأفت جاركم. ثانية واحدة. الله الله الله، ده انت جيت اهو. والله بقى انت جاي تسبقني على بيتي بقى عشان تشتكيني. لو سمحتي باب المناقشه اتقفل معاكي. باب المناقشه ولا حتى باب زويله؟ ارجو انك تراعي ان انا واقف على باب بيتكم. والله ما حدش قالك تيجي بيتي. ايه ده؟ في ايه؟ مفيش يا حبيبي، اصله راكب مكاني وزعلان اني بعاتبه. هو التهزيل اللي انا خدته قدام باب البيت، قدام الجيران، قدام بنتي الصغيره، وقدام البواب ده عتاب، ورغم ذلك انا اتاسفت لك. والله لازم تتأسف ورجلك فوق رقبتك عشان تبقى عبرة لبقية العمارة. شاهد يا شنبه، أنا بعد إذنك أنا هعمل محضر في الاسم. خش جوه يا منال. لا خليه كده يروح يعمل محضر في الاسم ويريني إزاي هيخرج من الاسم أساسا. ما بس بقى يا منال. أنت بتتشاطر عليا أنا، بدل ما تاخدلي حقي منه بطل بقى، أنت ضعيف الشخصية. اخرسي اخرسي يا شيخة، حرام عليكي. أنت إيه؟ خش جوه. بس يا دمعي ما تزعليش عشان خاطري. اهلا يا عمي. اهلا يا سيف يا ابني. ازيك يا حماتي؟ ان شاء الله تسلم يا ابني. ازيك يا سام؟ انتوا مالكم قاعدين كده ليه؟ لا ابدا يا ابني، اصل انتوا وحشتونا وقلنا نيجي نزوركم. طيب الحقيقه انا جاي مرهق جدا جدا من الشغل، كان بودي اقعد معاكم بيتكم يا عمي. ها اسبوع خير. استنى يا سيف يا ابني، عايزك في كلمتين. خير. انت مزعل مراتك ليه؟ هي اشتكت لك؟ الحقيقه ما اشتكتش ولا حاجه، بس فضفضت لمامتها. فضفض زي ما هي عايزه، بس انا بقى ما بحبش حد يتدخل لا بيني ولا بين مراتي. ايوه بس انا ابوه وانا جوزها، وكلمتي تمشي عليها شرعا وقانونا. ومن الاخر كده انا ما بحبش حد يتدخل في مسائل الشخصيه. يا ابني انا بعمل المصلحه، ومتهيألي ان انا كبير وفاهم مصلحتي كويس. وخلينا نشوفكم. صباح الخير. باركولا يا رجاله. الله يبارك فيك يا حبيبي. على ايه؟ طاهر. ايه هتتجوز ولا ايه يا عم طاهر؟ عم طاهر ده عهد ومضى، من النهارده استاذ طاهر. اخيرا وافقوا عليا ان اتدرب في جورنان جديد، ولو فلحت هيعينوني فيه وابقى شاعر وصحفي قد الدنيا. ربنا يكرمك يالا واشوفك شاعر كبير كده زي يحيى المنشاوي. قولوا امين يا رب. امين يا رب. نقول يا ادم مين يحيى المنشاوي؟ انا هبقى زيه ولا اعرف. مبروك يا طاهر، وربنا انت بني ادم تستاهل كل خير، لانك سو بيوتيفول ومن جوه فيري كلين. ده العشم برضه صح. واسمه ايه الجورنان ده يا طاهر؟ اسمه لا. اسمه ايه يا شبح؟ بطريقتك نو. يس حبيبي. وده طبعا جورنال معارضه. انت عارف يا صاحبي انا ماليش غير في المعارضه، ادور على المعارضه فين وفي ظهرها على طول. وش ايه وظهر ايه؟ انت ما زهقتش من السياسه دي؟ ما زهقتش من قله القيمه، الحبس والضرب والكلام ده كله؟ هقول لك ايه، ما انت مش فاهم. هيجي يوم عليك انت ولا زيك وهتقوله والله كان عندهم حق وطول عمرنا معاهم.
معاك حق يا طاهر. وبعدين انت مالك يالا بتقدم عليه كده ليه؟ مالك يالا؟ لا ده طاهر ده حبيبي، انا باخد ودي معاه في الكلام يعني. حبيبك عموما يا معلم، الف مبروك. ربنا يكرمك يا رب واشوفك كده زي ولادي. مبروك يا طاهر. ربنا يخليك يا عرب. حبيبي يلا كفاره اي هاف تو جو بقى يا جدعان يعني كده. على فين؟ هروح الغردقه، الطياره بتاعتي هتقوم بعد ساعه عند هيلف. هيلف؟ اصل مراتي البولنديه جايه مصر في رحله علاجيه. عندها ايه كفر الله شر؟ يعني عندها امراض الشيخوخه بعيد عنك. وجايه مصر تتعالج يعني. ادعوا لي بقى كده ربنا يكرمني وياخدها عشان. الله الله الله، ليه كده يا عم؟ في يا ادم عشان تخلص وورثها واتجوز واحده تانية واصرف على الاولاد والعجله تمشي ونعمل مبادئ. حبيب قلبي اشوف وشك على خير يا ادم. ما توحشني يا صاحبي. يلا ومبروك يا طارق. تقول لي يا صاحبي سيو يا معلم. سلام يا مينا. يلا سلام عليكم. يعطيكم العافيه. سلام يا حبيبي. بصراحة باباكي معاه حق، فكرة الرهبانة دي يا نانسي كانت هتبقى هروب. هروب ازاي يعني؟ ده حب في ربنا يا ستي. ما قلناش حاجة، بس انتي مش دارية انتي كنتي في ايه. انتي وريتينا الويل الفترة اللي فاتت، كان عندك انكار لموت جو بشكل غريب. ليه بتفكريني بس؟ لازم تفتكري وتعيشي حياتك على الاساس ده من النهاردة. ما تعمليش بقى زي النعامة وتدفني راسك في الرمل. أنا بعمل كده؟ أيوة بتعملي كده، بس لما ابتديتي تستوعبي الحقيقة خفتي وكنتي عايزة تهربي. حتى موضوع الرهبانة ده كان هروب. بصي زي بنات عندنا كده فجأة يتصدموا فيقرروا يلبسوا الحجاب، بعد فترة يحسوا إنهم اتسرعوا. بصي مش عايزة أفتي، أنا أعرف إن الرهبانة دي مسؤولية كبيرة. اللي تاخد القرار ده لازم تبقى متأكدة منه 100%. عندك حق. طب يا ترى عندك كمان الاقتناع ده؟ مش عارف. انا كل اللي انا عارفه ان جوه وحشني قوي، وحشني لدرجه اني بجد ساعات بحس انه عايش، بس ساعات تانية اول ما بعيط وما لاقيش ايده بتمسح دموعي زي ما عودني بتاكد انه مات راح، بس هيفضل عايش جواي. عارفة أنا ساعات بصحى من النوم بحس إني شم ريحته كأنه كان حواليا. إحساس طبيعي يا نانسي، أنتوا كنتوا متعلقين ببعض قوي. بس خدي بقى نصيحة من صاحبتك، ما تاخديش أي قرارات الفترة دي غير لما تكوني مقتنعة بيها، بدل ما تورطي نفسك في مواضيع ترجعي تندمي عليها بعدين. بس أنا مش عارفة أرجع أعيش زي الأول. صدقيني بصي الشغل هينسيكي كل حاجة، اشغلي نفسك بالشغل، مع الشغل إن شاء الله كل حاجة تعدي.